ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي للناس يعني على كمالي يعني أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الناس اللي هم رجعوها أساسا عشان هم أكيد مش عارفين نية ربنا اللي هي يا أيها الذين آمنوا زادوك المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات لا ترجعوهن للكفار لهن حل لهم لهم يحلون لهن يعني إزاي هم يرجعوها هيجاب له ربنا إزاي هيقولوا ربنا إيه لما ربنا يسألهم عنها وبالذات بتوع الأثر دول عشان هم أساسا اللي رجعوها كانوا سبب في إنها ترجع دول أكيد مش حافظين من آيات ربنا وأكيد مش متخرجين من الأثر ولا حفظ آيات القرآن أساسا دول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل اللي ساعد على إنها ترجع دينا لله أو هم يسلموها للمسيحيين تاني حسب الله ونعم الوكيل فيهم كل الإنسان رجعها تاني وكلنا عارفين كده كل الناس عارفين كده كانت بتصلي معاكم؟ اه كانت بتصلي وكان قبل الأذان ما يأذن كانت بتبقى قاعدة مستنية الأذان كانت بتبقى متوضية ولابسة لبس الصلاة ومستنية الوقت وكانت هي اللي بتصحينا دايما من صلاة الفجر كانت على طول بتصلي الفجر وكانت هي دايما بتصحينا عشان نصلي أنت متأثرة بيها؟ اه طبعا عشان هي اساسا كانت كويسه وبجد هي رقم واحد في الناس اللي جت عندنا اسلامت هنا هي اللي يعني فعلا اي شوف اي حد يشوفها يحس ان هي طالعه عشان خاطر الدين وعشان خاطر الاسلام بجد خساره فيهم يعني خساره انها رجعت يعني هي هم خدوها بس ما اظنش انها ممكن ترتد او ترجع تاني المسيحيه هي اكيد هتبقى هناك برضه مسلمه ما اظنش انها ممكن ترجع المسيحيه تاني دي المكان اللي كانت بتصلي فيه؟ اه كانت بتصلي هنا انتوا متأثرين بقى قوي؟ ايوه طبعا انا اقول لك يا رقم واحد في الناس اللي جات عندنا اسلامت في ناس جات عندنا هنا كتير بجد هي رقم واحد في الناس اللي جات هنا كان بتنام معاكي؟ اه كان بتنام معاكي اه حكت لك على ايه وهي قاعده معاكي؟ على ايه يعني؟ في الصلاه في اي حاجه يعني هي كانت جايه اساسا متعلمه الصلاه كانت بتصلي كويس خالص وكانت جايه كمان حافظه القران بس ما كانت بتصلي الفروض بس احنا كنا بنعلمها السنن كمان احنا مش علمناها من نفسنا هي اللي كانت بتطلب منا ان احنا نعلمها ازاي نصلي السنن والسنن دي كام ركعه وتصلوها ليه وكمان طلبت مننا كتب تقرا فيها وكده يعني بس هي اساسا كانت جايه حافظه قران وكانت جايه عارفه تصلي وكانت جايه مغتسله كمان لما سالناها اغتسلت غسل الدخول الاسلام ولا لا يعني كانت ان هي بتعرف تغتسل وان هي اغتسلت قبل كده بس وجابت الشهاده وكانت بتعرف تصلي وكل ده بس وهي كمان سنة كانت ملتزمة جدا حتى لما كان حد من قرايبنا بيجي هنا كانت بتلبس الخمار وبعدين بتطلع ما بتقعدش مع حد كتير كانت بتطلع وتقعد لوحديها وكانت على طول اساسا على طول من طول ما هي كانت بتساعدنا في المطبخ لما نكون بنعمل حاجة والوقت اللي احنا بنبقى فاضيين فيه كانت هي بتبقى قاعدة ماسكة المصحف وبتقرا فيه بتحبيتي كاميليا فعلا؟ اه من اول ما شفتها بصراحه حبيتها وحبيتها اكتر من تصرفاتها اخلاقها عاليه؟ جدا حقيقيه؟ حقيقيه عندها حياء؟ ايوه انا بقول لك كانت بتلبس الخمار اول ما فكرتش في ابنها؟ بصراحه لا يعني ما كانتش بتتكلم عنه خالص اه ولا اهلها؟ لا هي حكت لنا حكاية انها لما جت تطلع كان ابنها وجوزها كان عنده كان مسافر البلد وكان معاه ابنها بس هي اتصلت بابنها قبل ما تيجي يعني قبل ما تطلع 3 الصبح اتصلت بابنها قبل ما تيجي بيوم بالليل عشان تسلم عليه وكده وتقول لجوزها ان هي قاعده عند مامتها وبيتهم وكده بس هي جت تاني وراحت طلعت بعدها على طول يعني هي كلمت جوزها وابنها بالليل قبل ما تطلع صح كلمته بالليل وابنها ما اتكلمش ساعتها لان قالت هو اداهولها طبعا جوزها وما الواد صغير ما بيتكلمش فما طلعش صوت يعني طب تقولي ايه لربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لموضوع كاميليا يعني بتمنى ان ربنا يقف معاها ويصبرها على اللي هي فيه وانها ترجع تاني بتمنى انها ترجع بطل من ربنا انها ترجع تاني حسبنا الله ونعم الوكيل بتقول بقى انت دعاء الاستفتاح كده جبت حفظ دعاء الاستفتاح بقى حفظ حفظ كده اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما بحط بين المشرق والمغرب اللهم نقتني من الخطايا والذنوب كما نقص بالله من الناس عظيم الخطايا وذنوبي كما نقص بالله من الناس عظيم الخطايا وذنوبي
كما يمطر الثوب الابيض من الدنس. كان بتصلي في حته هنا كانت يعني تبجس المحاصيل المخروشه وتبجس المصليه هنا المصليه الكبيره وعامل تصلي في الحياه من داخل جوه لما يكون مقارنة هي والحريم عشان تكون بيت الرسول. انا قعدت اكلمه قلت له يعني شرح لها كيف تصلي بتاعتي قلت له فهمنا كل الحاجه جايه جاهزه. جايه جاهزه. هذا يعني حسين ما هذا رب العزة نحن كلمناها عن الوسط قلت لها ما تصل الوسط عارف اللي يدخل في الإسلام لازم الإسلام. مسألة بقى إن هي بقى لها سنة ونص والكلام هي برضه وضعت السيدة جوا حتى جوزي اللي اسمه مصر في الزبان لأن أنا أزرعت مسلمة فلا جوزي من الإسلام حرر. طب انت ايه اللي مزعلك ان هي مشيت ان كاميليا مشيت يعني ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني ان هو يعني انسان الاسلام من القلب من جوا انا جو كتير وكلهم كويسين وكلهم زي الفل بس دي كانت احسنهم واكثرهم اختلاطا واجتماعيا وحرصا على الاسلام وشايف فيها التضحيه الازيد من اللازم بابنها الصغير بفلوسها بكل شيء مع كيف بس انا ادخل الجنه كيف افوز بالجنه وانجو من النار. الله فعلا هذا الامر اللي خلاه الله العظيم كلنا يعني بنتاثر لما نفتكر اقسم بالله العلي العظيم ما في وقت صليته الا ما ادعيت ان ربنا يفرج همنا ويجمع بيننا وبينها كما بيننا وبين ما شاء الله المرة. كل وقت يعني خمس اوقات خلاف كان ربنا اخبرنا بركتين في الليل وكذا في نفس الاسلوب. فده من فضل الله عز وجل بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همها ويسر أمرها ولا يجعل المصير يجب عليها ولا سلطان والله سبحانه وتعالى والله عندي أمل كبير جدا جدا أن الله سبحانه وتعالى يعني هيجمعنا بها مرة أخرى وأحسن إسلامها ويرزقها بالزوج الصالح اللي عينها طاعة الله عز وجل ونكون سبب في ذلك والله سبحانه وتعالى رزقنا الاخلاص. طب كانت بتقول لك يا بابا ولا يا ابي؟ بتقول لي يا بابا الشيخ. يا بابا الشيخ. يا بابا الشيخ. طيب ايه اللي مزعلك بقى ومأثر فيك ان هي مشيت؟ كلام قالته لك حاجه كده؟ اولا يعني هي حسيت اني برضه حاجه مع ان هي كانت عامله حسابها ليا وكل حاجه. انا كنت اتمنى ان ده يكون لك بالنجاح. ما تعرضش الفتن وضغط وشغل يعني. فبحس كده ان بنتي واتخذت مني هي كنت حاسس ان كاميليا بنتك بنتي بالظبط بنتي وما زلت وما زال احساس ومش هقدر اتنازل عنه صحيح يعني. انت بتقول قعدت معاك 3 ايام ونص بس 4 ايام واليومين بتاع مصر والثلاثة دي كنت قاعد معاك انت رحت معاها انت لوحدك ولا انت والحاج ام محمد؟ لا رحت انا لوحدي لان كنت يعني خاطر ام محمد كنت عامل عمليه فبرضه البنات كانوا حواليها لكن يعني يعلم ربنا اللي خفف الم العمليه عليا وليد الاخت كاميليا اخت كاميليا بنت كاميليا يا فندم بنتك كاميليا. طيب لما وهي قاعده معاك انت بتقول قالت لي كلام كده اثر فيك يعني قالت يعني ان شاء الله انا مستعد ان ادخل الجنه في سبيل ان انا مستعد ان يكون مني وفاق قسطنطين تاني نفس اللفظ مش عندي يكون انه خلص من تاني. انا قلت له والله يعني افضل معك حقسي لحد ما راسي تفصل عن جسدي الا اذا امر ما قدش عليه مثلا زي صدوق رئيس الجمهوريه وكذا لكن انا لا ابخل عليك بشيء وان شاء الله يعني هعمل المستحيل اللي بها اوصل الى انت لبر الامان في هذا الامر والله سبحانه وتعالى يعني يكون على ذلك من الشهيدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك ويفك أسرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب آمين. طيب ما بالنسبة ل أنا حتى من ضمن الحاجات اللي أثرت فيا إني قلت إذا مت صلي عليه صلاة الله. فدي يعني خلت فعلا حتى البيت كله مفتكر إنه يبكي. البيت كله بيبكي عليه. البيت كله بيبكي على كمية. بيبكي صح والله مش بيبكي صح. بيبكي وبحرقه وإلى الآن ومسكين النساء وأي
اللي بيتكلم عليه كلمة في التلفزيون ولا في أي برامج تانية ولا نشرات، بس تلاقي لما يقول كلمة يشدوا على أخي، يشدوا معاه ويحبوا. طيب ما قالتلكش مرة لو القساوسة مثلا جم خدوها او انت قلت لها عشان يجوا ياخدوها؟ لا انا قلت لها او اهلها يعني رجعت لاهلها او كده، يعني قلنا من باب الاحتياط لو خدوك. قلت لها فعلا، قول لي والله دخلت بين انا وزوجي وانا يعني عادي، يعني الامر الاسلام مش مصر عليه قبل واحد. قلت لي لا انا ما اسلمتش، لكن في سبيل اني انت مستكره قلبك مطمئن بالايمان. انت قلت لي ان هي قالت لك لو خدوني وموتوني حاجه زي كده. ايوه صلى علي صلاه الله. لا وكلمتين تانية. لا انا قسمت لها لو موتوك النصارى هختارك. لو موتوك هختارك. طب انت قلت حاجه تانية ان هي قالت لك لو موتوني مش هرجع عن الاسلام ولو باقي يوم في حياتي حاجه زي كده. ايوه قلت انا يعني سامارس الاسلام لاخر يوم في عمري، ولا يبقي يوم في عمري هجي لك فيه، يوم وقت في عمري هجي لك فيه وطلع لك شهادة وأنعم بالإسلام وبداعي بالإسلام كمان. الله، هي متأثرة عشان كانت بتدرس للأطفال في الأطفال في الأبوية في اللاهوت، كانت في اللاهوت يعني حياتي كانت بقول أنا بقولها وأنا مش مقتنعة بيها أو مش فاهمها. الحين الدين الاسلام الدين سلس، دين سهل، دين يعني تجد الثمره. ممكن انا ما مش مخ الاسلام، لكن لما اشوف مثلا الشيخ بيقرا قران انا بتاثر. تاثر لما ما بسمعوش لو حتى سمعت الانجيل من جوزي ولا غير جوزي ما بحسش بيه. وبعدين كان في بعض المشاكل مثل التسليس والاستسلاس دي، يعني حاسس ان الاله اللي وصلت لإله ضعيف مش قادر يدافع عن روحه، يبقى اتخذوا الهتي فاعملوا كده. لا بس هو الاله صلب عشان مثلا يضحي بنفسه عشان الانسانيه ويشيل اخطاء الانسانيه. احنا مش هنتكلم على العقيده بتاعتهم، احنا ايه خلينا في كاميليا. في كاميليا، خلينا في كاميليا. كاميليا يعني هي برضه كمان المهم بتاع كون جسم الحياه يتعلق برضه بكيفيه الخلق. الحياة اللي تخش في جوهر الإنسان، وهذا الإنسان صنع من وفيما يفكر ولماذا خلق، يعني الحياة اللي فهمت دائما بتتكلم في هذا الأمر يعني، أو تشغل بالها بي إن أبحث عن خلق. ممكن بتصلي بينها وبين نفسها وسمعت إن هي صامت رمضان اللي صامت رمضان قلت أنا دي سنة ونص بمارس رمضان الإسلام. الله الله الله. حتى إن ابنها كان بتدرب يعني بتدرب كيف يكون بعيد عنها. كيف يكون بعيد عنها. لما يعني هي بترضى عادي. لكن كانت تغيب وتحط ميه وتسجله بالبزازه. يعني ايوه صحيح والله. لبن لبن بودره او لبن يعني بهايم بقر جاموسي كده. يعني لبن تحفر ميه بحيث ما يبقاش دسم قوي، وفي نفس الوقت اي حد ممكن ايه امها ست الواد ام ابوه ام امه تقدر تقوم بالمهمه دي. كمان ما يجيش مثلا في ليله عادي تقول ماما لا يعني هاي تسيبه كده تقوم مع نفسي ما تاخدش بحضنه وما اللي فعليه، مع ان ده ليه تاثير لكن ده ثمن الجنه. طيب في بعض الناس بيقولوا ان هم بعد كده ما عادوش هيودوا حالات اشهار في الازهر وهيعملوا عشه حطب او غرفه خشب ويحطوها في مكان ما حدش يعرف عنه حاجه، بحيث ان الاسلام يبقى هناك ينوب عن الازهر المكان ده، ويسلم فيه الشخص او الشخصه او البنت اللي هي هتسلم وما حدش يعرف عنه حاجه ويعيش حياته. الكلام ده انت رايك الكلام ده ازاي ده يعني انت عايز كله يروح الازهر؟ لا انا مش عايز كله يروح الازهر. دي هتسلم هتغير اوراق هتتزوج يبقى لها معيشه مستقله. فالكلام ده يعني ما يتمش الا برضه في محيط رابط يعني لازم يكون عن طريق الازهر. الازهر ده كذا
الجنازه وتغير بطاقتها عشان مرتبات الموظف وشهاده ميلاد كذا، والزواج لازم يكون شرعي وفي قسيمه وفي حاجات دي. طب ما الدوسيه بتاع كاميليا راح الاداره، الام رجع الاداره اداره التعليم اللي هي خاصه بيه، يعني الدوسيه مش في المدرسه خلاص، راح خدوا اوراق. لا يعني ما نعرفش بقى الاداره يعني، مش عارفين هيعملوا ايه. ايوه ده كل ده ممكن نستخرج مكانه. يعني ممكن اروح الكليه انا اطلع شهاده نجاح زي اللي اخذ شهاده فرقان بيها. طب اللي جت في التلفزيون ديت هي كاميليا؟ والله انا متهان بشيء. يعني انت مش متاكد؟ لا انا مش انا يعني ملامح الوجه هو يمكن الصوت شويه، الصوت لكن ملامح الوجه لا مش هي. لاني كانت هي طبعا يعني زي ما يعني احد المشايخ وانا طالع عنده وانا وهي فهتيجي او كانت الدنيا ظلمه حب يقتلها تقلع وجهها لا عشان يمديس يقومها او يسنكها او بتاع او كانت نفس جوانتي اللي هو ابو يحيى. ابو يحيى قال الكلام ده في التسجيل. مش عايز اقول فلان. لا هو ابو يحيى. ابو يحيى قال رفضت ان هي تمسك ايه؟ رفضت تمسك ايه؟ فمش معقول دي تروح تقلع مره واحده كده ولا مره ولا نقاب ولا كذا وبرضه يعني حاجات دي يعني زي ما اقول لك ما مش بتاع واحده مقصوبه او مأسوره او بتاع يعني. وبعدين سمعت برضه من احد القساوسه ان صرح انهم يجيبوا واحده شبيهه ليها ويخلوها تتكلم وانا بس ما انتش كذا زي ما كانت الاخت اللي بتقول ان هي هي بتقول انا بقالي سنه او اقل من سنه في المدرسه بس فازاي يقولوا عليا مسلمه بقالي سنه ونص، وشفنا العقد بتاعها لانها بقاله سنتين ونص. طيب اذا برضه دي لها فتره في المدرسه. يعني اللي جت كذبت اللي جت كذبت اللي جت كذبت. طيب وقالت بيقولوا الصور اللي هي في الصور بتاعت اللي حاطينها في الجرائد دي صور ودي مش صور ودي صور كاميليا. طيب يعني ده حاجه ثانيه. طب ما انت يعني حضرتك كمثلا واحد سمع الكلام ده وشفت كاميليا على التلفزيون من غير رسم من غير خمار او حجاب وشفت صورتها وهي محجبه. تحس ان في تقارب شويه ان هي ما يعني لا دي هي كان بس بيقولوا عنها قلعوها او كده. طب انت عايز تقول ايه في الاخر للمسؤولين؟ المسؤولين اقول لهم والله حرام عليكم وناخذ ذنب عند ربنا الا من اتخذ موقف، ودي تعتبر مش مسيحيه ولا ده تعتبر مسلمه مننا وخدمه مننا، فماذا نقول المولى عز وجل؟ نتقي الله هنقول ليه ربنا ممكن ربنا هنقول عشان البابا شنود يدنا صوته نجام البدية نجام واحدة بنتنا الأسلام بنتنا دلوقتي أسلام. لا هي مسألة البابا شنودة يدي للرئيس صوته أو أو للحزب الوطني مثلا صوته، الحزب الوطني مش محتاج أصوات ولا الرئيس محتاج أصوات، لأن الرئيس امتداد للضباط الأحرار وهم أصلا حزب وطني، فالغالبية العظمى للحزب الوطني حوالي 75%، فأصلا لو أي حد ترشح هينجح بالغالبية. يعني خليك مكان فهم مش محتاجين أصوات يعني. خليك مكان أنا أفسر جو أنت بتقول ديمقراطية مش ديمقراطية. لا هي المسألة ديت يعني إحنا نقول لهم بعد كده إن شاء الله، يعني لو واحدة راحت عشان تدخل الإسلام وأهلها اتهموا إن هي مخطوفة أو مختفية، فالضباط او المسؤولين عرفوا ان هي فعلا راحت عشان الاسلام، يبقى هنا يخيروها ترجعي تاني للمسيحيين قرايبك، اذا قالت يرجعوها معززه مكرمه، لان الاسلام مش عايز متردد، واذا قالت انا هثبت على الاسلام وانا مش عايز ارجع لاهلي هي انفصلت كده بينهم، يبقى الا بالرحم يبقى بينها وبينهم صله رحم، فيسلموها للازهر والازهر يحافظ عليها تحت حراسه امنيه لغايه ما تعلن اسلامها وتبدا طريق. احنا بنقول الكلام زي اللي عايز يتنصر يتنصر، احنا مش عايزينه. انت خدت بالك؟ نعم، بس الكلام ده ما لقيناهوش معاه. ما احنا بعد كده هنقول للمسؤولين وان شاء الله
نرفع صوتنا للرئيس الحبيب حسني مبارك يشوف الموضوع ده. انا غايه ما اتمناه ان تاتي رغبه في الجنه وخوف من النار. نفتح على برعتنا ونغنيها، واحنا دي شغلتنا، نتكلم في منا عز كل هذه السبيل ندعو الى الله على رسول. انا ومن اتبعني، انا مش اتبع النبي عليه الصلاه والسلام، بس الله عليه وسلم. وهم يقول احملوا عني يرحمكم الله. عليكم السلام. ازيك يا محمد؟ تعالي تعالي عود يا الله يكرمك. الله يكرمك، اتفضلي. خمس دقايق هاتي. كتر الف خيرك عنك. يا اهلا وسهلا، كتر الف خيرك، الله يستر. ماشي، انت اللي نورتينا. ماشي ماشي. طب تعالي حضرتك هنا اهو مكان الحاج. ماشي خلاص، الحاج حظه هيقعد جنبي هنا. تعالي هنا اهو يا حاج، مش نسمع منك برضه كلمتين. لا مكان عم حظه كده عشان اللي الدور. تعالى هنا واحد حاضر. تعالى زاد جنبي. قرب بقى من الحاجه واسمع منك كلمتين. ايه اللي مأثر فيكي بقى بالنسبه للكماليه؟ مأثر فينا بس يعني عشان لما داخله الاسلام يعني كويسه بصراحه يعني، وقلبها مشروح للاسلام. فيعني هي بسم الله ما شاء الله عليها، والله ما حد يقدر يقول عليها غير كل خير. يعني هي طالعه كانت مجدات عندنا بتاع 3 4 ايام، يعني زي ما تقول عشرتنا دي سنه واثنين. اسلوبها يعني، وبرضه اللي من ناحيه الدين بتاعها برضه. كان بتنام على رجلها وتاخد دم في خدمها. بتنام على رجلها؟ بتنام على رجل ام محمد. يعني سنه يعني والله العظيم تاخد ام محمد في خدمها. خساره والله، خساره في رجوعها والله. يعني وصلي حلو وصلي وكويسه يعني، يعني بصراحه يعني ما فيش اي عيب يعني، عيب والله. في الفتره دي كان عندي بنتين بس كانوا سنهم صغير، فبرضه هيسلموا، فما كانوش عاجبيننا لما تصرفت تصرفات. ايوه كانوا بنتين قبليها هنا بس كانوا طالعين يعني صغيرين. فهي كانت متعارك معهم والله على الصلاه يعني، تقول لهم احنا طالعين ومضحيين بكل حاجه عشان خاطر يعني الدين والاسلام، فلازم يعني لازم نعمل الصح فيه. بس يعني هي كان عليها بصراحه كويسه وضوء بسم الله ما شاء الله، يعني واحده زي ما تقول مسلمه بالظبط يعني، مولوده مسلمه. انما البنتين اللي معاها ما كانوش ملتزمين، كان لسه عايزين يتعلموا او كده. ايوه بصراحه يعني، بس هم كانوا طالعين قبليها يعني برضه. طب هم كانوا جايين ليه؟ عشان يتجوزوا حد ولا عشان ايه بالظبط؟ ايه الاسباب؟ يعني حتى في البدايه حتى ان كان حد عايز ياخد حد يقول لك يعني هم يعني في ناس يبتغل المسلم يبتغل الانسان بس هي برضه ما يلتزم يعني في الصلاه. يعني يسمع حديث، يسمع قران، يسمع يكتب يقروه، اما يلتزموا برضه يعني يبقوا كويسين. فالبيتين دول برضه كانوا يعني ما تعرفوش صغيرين السن ولا يعني ما كانوش ملتزمين زيها، لكن هي كانت متعارف معهم يعني، وكانت كيف متخلي تعلمهم يتوضوا ويصلوا. هي كانت متوريهم. كانت متوريهم هي يعني. هي يعني بصراحه كويسه قوي. انت كنت بتحب كاميليا يا حاجه؟ انا كنت بحب قوي علم ربنا ان هي ماشيه زي اي واحده من البنات والله. كاميليا شحاته زي كاميليا شحاته والله العظيم، يعني هي انسانه صحي يعني، انسانه تتحب فعلا يعني. والله وخساره في الرجوع بتاعها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا اللعب اللي رجعها في هذه القضيه يعني. كانت بتصلي الفجر جماعه ولا تستنى لغايه الصبح؟ لا كانت بتصلي يعني الفجر جماعه، احيانا يعني لما يكون البيت كله صاحي. او تصلي هي واحده ويعني، وقبل الفجر او قبل الاذان اي اذان ياذن لازم كنت تكون متوضيه ولابسه خماره قاعده برضه ملتزمه كويسه، وتمسك المصحف تقرا فيه لحد الاذان ما ياذن، تكون تصلي برضه للسنه. لازم ركعتين السنه لازم تصليهم قبل في الاول، وتصلي الظهر وتروح مصليها السنه بعد تاني. وبعدين كانت برضه يعني تقول انا عايزه كتب برضه اقرا فيها، وكانت لسه جايه لنا على كتب برضه ونجيبها لها تقرا فيها، بس هو نصيب عادي. ايه اللي مأثر فيك يا في كاميليا يا حاج؟ ياثر فينا اللي هي كانت عاوزه اللي عاوزه الاسلام وعاشقه الاسلام فعلا. يعني هي حابه الاسلام وعاوزه تقعد، لكن ما حدش خلاها قاعده. ونعم الصدق ونعم الامانه ونعم الاخلاص يعني، من ناحيه الامانه حتى يعني كويسه والله. طب ما فكرتش ان هي ترجع لابنها او تروح تجيب ابنها؟ لا هي ما فكرتش اي حاجه والله، غير هي مفكره ان هي الاسلام بس يعني والله. طب ما فكرتش ان مثلا ممكن احد القساوسه ياخدها مثلا ويرجعها ويعقلها وكده يعني؟ هي والله هي طلعت قالت انا ربنا معاها، لكن يعني كانت خايفه من فلان ولا من فلان، اما هي قالت انا ربنا موجود معايا في الكون. ما قالتش مثلا لو حد خدها وكده هتعمل ايه هناك؟ هي إيه حتى لو قلت حد خد، لو حد خدنا بالفعل انا برضو قلبي مرشح للاسلام بعيني، مطرح ان قعدت هنا او قعدت هنا عندها
هي برضه يعني قلبها مشروح للإسلام يعني. بس هو ربنا معاه وربنا يقف معاه ويعني نصيبها يعني. متابعة أخبارها يا حاجة؟ أخبار كاملية؟ لما نسمع أيوة حتى المشايخ بنتكلم عنها كتركة والله. والدكتور حسين برضه يعني شاد يتكلم كويس برضه، يعني كل المشايخ والله بنتكلم عنها. أنتوا متأثرين بها هنا يا حاجة؟ أي والله كل البيت متأثر فيها. والله كله من البيت متأثر فيها، حتى معي مرت ابني برضه اللي هي أسلم الزيكي تقول والله أنا محط صعب عليا جو قوي قد كاملية. عشان خاطر الرجوع بس بتاعها يعني. اللي هي مأثرة على الناس كلها بأسلوبها المليحة ودينها وإسلامها فعلا يعني. طب إيه رأيك في الإخوة اللي هم المسيحيين اللي بيقولوا إن هي ما أسلمتش؟ لا هم يقولوا اللي يقولوه، لكن هي من جواها وإحنا واللي عشرناها فيهم مسلمة وأسلمت بالظبط، لكن هم يقولوها غير قطة، لكن هي أسلمت صح فعلا وطالعة من بيتهم على الإسلام وما فيش أي حاجة غير كده. يعني لا مال ولا حد يكون طالع عشان خاطر حد ولا كده ولا كده، لا والله ما غير طالع عشان خاطر الاسلام. يعني لو طالع على دي على مال او طالع عشان خاطر حد ما كانش تهتم بالصلاه وبالدين بهذا الشكل. والمال مسبب يعني يا صح يا رب يا رب يقف معها يعني والله. طيب في اخ صحفي بيقول فين الاسره اللي كانت كاملية قاعدة عندهم بقالها دلوقتي شهرين في وسط الأحداث والمظاهرات عن كاملية بين الجانبين المسلم والمسيحي، ورغم كده الأسرة دي ما بتتكلمش وتقول إن هي كاملية كان عندهم، على سبيل إن هم كانوا بيقولوا عند بنت خالها في القاهرة أو أقاربتها. فأنت رأيك إيه، ما اتكلمتوش أنتوا ليه ساعتها مثلا؟ أو لا بيوسع فينا اتكلموا معانا هنا؟ احنا اتكلمنا برضه عملنا اتكلمنا والله احنا على اتكلمتوا انتوا بالتلفزيون؟ اتكلمنا في حته التلفزيون ايه بقى؟ الانترنت تقصد؟ الانترنت اللي هو المرصد الاسلامي لمقاومه التنصير؟ لا هو في ثاني جريد الشيخ حسين المصريين؟ صوت الامه؟ لا المصريين مصريين اتكلمتوا يعني انتوا اتكلمتوا؟ اتكلمنا وقلتوا ان هي اسلمت وكل حاجه. ايوه اتكلمنا حكينا اللي حصل معاه مع الدكتور حسين. عشان هو كان مسمينا ابو اسره ابو محمد. اسره ابو محمد، اصل في ناس بيقولوا ان ابو محمد وابو يحيى دي اسماء ليس لها وجود. لا على كده اتكلمنا ومستعدين نتكلم، على كده اتكلمنا ومستعدين نتكلم في اي حته برضه. اللي هو الاخ نجيب جبرائيل بيقول ان هم دي حاجات ليس لها وجود او رمز. عايزين نتعرف معاهم نجيبها بالعافيه مستعدين. لا احنا بالعافيه ما نجيبش حد بالعافيه. لا يعني لا ما عملوش لا بالعافيه، لا عمرنا جبنا حد بالعافيه والله ما غرم جبنا التليفونات بس عن طريق لكن خطابنا جميع نقاطات المحافظات وترشح 14 محامي ورفع قضيه من المدعى العام وخطبنا كل المشايخ عشان نتكلم وبعتنا الخارج ما نفكرش حاجه كلها تاثيرنا ما عندناش. نعملنا والناس كلها ما تعملها وربنا معاها. بالنور عين القمر لك الحمد في الليل حتى الصباح، لك الحمد في الصبح حتى السحر، لك الحمد في الصبح حتى السحر.